لازم تشرب كوباية قهوة قبل التمرين حتى لو مش بتحبها. تعالوا أقول لكم إيه السبب لده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من قناة الوعي الرياضي والغذائي. فعلا وحشتوني، وأنا عارف إن أنا مقصر في حقكم كتير، بس ادعوا لي بالاستمرار واللي أنا أقدر أستمر في إنتاج الفيديوهات. ليه لازم نشرب قهوة قبل التمرين على الأقل حتى لو ما بنحبهاش كوباية واحدة قبل التمرين؟ احنا محتاجين واحنا نازلين التمرين اللي احنا يكون عندنا تركيز عالي جدا، ويكون ذهننا صافي، وفي نفس الوقت يكون عندنا نشاط بدني كويس. فاحنا نعمل ده بحاجتين. اول حاجة بكوباية القهوة الجميلة اللي هي هتخليك اصلا تشعر بسعادة، وهقول لك فوائدها وايه اللي بتعمله بالتفصيل. تاني حاجة اللي انت هتاخد كارب سريع، والكارب السريع دون المشهور عندنا في الرياضة دايما بيكون الموزة، لكن البلح برضو في نفس الموضوع وفي فوائد اكتر كمان من الموز، بس احنا في الثقافة بتاعتنا مش مدرج عندنا البلح. هو انا هنا مش جاي اتكلم على القهوة بصفتها، لا، انا جاي اتكلم على الكافيين. الكافيين دون مادة بتعتبر ناقل عصبي، فبيؤدي للنشاط الذهني. واكبر دليل لما بتشرب قهوة بتحس بسعادة بعدها، في خلال نص ساعة بتبدأ جسمك يحس بسعادة، لان الجسم بيبدا يفرز هرمونات مسؤوله عن زياده احساسك بالسعاده، فهي بتخلي الجسم يفرز هرمونات تساعد على زياده الانتاجيه في المخ، والنقل العصبي يكون سريع جدا، وهتديك احساس بالسعاده. واكبر دليل لما بتكون تعبان خالص وحتى قدامك مذاكره او حاجه، لما بتشرب كوبايه قهوه بعد نص ساعه بتبدا تفوق. اما بقى بخصوص القهوه، فالقهوه من اكبر مميزاتها ان هي بتساعد على حرق الدهون بصفه عاليه جدا، وبتخلي الجسم بدل ما يعتمد في انتاجه للطاقه على الكربوهيدرات او الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات، لا، هو بيعتمد في هنا في انتاج الطاقه على حرق الدهون اللي في الجسم. وده هيخليك تحس حتى لو انت بتروح جيم ان الكتله العضليه بتاعتك كبيره، لان انت مش بتستهلك مخزون الجلايكوجين او الكربوهيدرات المخزن في العضلات، واللي هو برضو بيساعد على زياده الحجم العضلي، غير ان انت كمان بتساعد على الهدف الرئيسي من ان انت تروح تلعب رياضه، اللي انت تقلل مستوى الدهون في جسمك وتزود الكتله العضليه. وده بتقوم بيه كوبايه واحده من القهوه قبل التمرين بنص ساعه. في ابحاث اتعملت بتقول ان انت بس لو تناولت كوباية واحدة من القهوة، فهي هتساعدك على زيادة معدل الحرق من 10-15% من توتال السعرات الحرارية اللي جسمك بياخدها. فدي حاجة كويسة جدا وحاجة كبيرة مع ممارسة النشاط الرياضي والبرنامج الغذائي، فهي هتساعدك كتير جدا على خسارة الوزن او خسارة الدهون. من ضمن الحاجات اللي القهوة بتعملها وعظيمة جدا ان هي بتقلل الاكتئاب، وبتساعد على زيادة الانقباض العضلي وحدته، وده هيفيدنا كتير جدا في الرياضة. كمان ان هي بتقوي الذاكرة، وده هيفيدك في المذاكرة وهيفيدك في حاجات كتير. يعني حتى لو انت مش بتحب القهوة، مفيش مانع اللي انت تاخدها، نقول نوع من انواع العلاج، كواحد كوب واحد بس في اليوم مش هيضرك في اي حاجة، بالعكس ده هيفيدك كتير. طيب امتى بقى تاخد القهوة؟ تاخدها الصبح ولا بالليل؟ ده بيختلف من انسان للتاني، بس افضل وقت لتناول القهوة بيكون صباحا. بس لازم تركز في حاجة مهمة جدا، اللي انت ما تاخدش القهوة وتنزل على الشغل لو انت مش متعود عليها، لان القهوة من مضرات البول، ودي هتخليك عاوز تخش الحمام في اقرب وقت ممكن. ولازم تحافظ على حاجة مهمة جدا، اللي انت بعد ما تشرب قهوة تشرب كمية مناسبة من المية، لان في الطبيعي جدا ان الجسم هيبدأ يخرج السوائل لانها هي من مضرات البول، فتكون محافظ على جسمك بازاي باللي انت تشرب مية كويسة. عشان من الاضرار بتاع القهوة، لو زدنا من كمية الكافيين في جسمنا او كمية تناول القهوة، هتبدأ تخلي اضرار للبول كتير جدا، ممكن يدخلك لنوع من انواع الجفاف. تعال بقى يا سيدي اقولك هي ايه الجرعة المناسبة. الجرعة المناسبة للبالغين هي في حدود 400 ميلي جرام. ال 400 ميلي جرام دول هتلاقيهم فين؟ هتلاقيهم من كوباية لثلاث كوبايات قهوة. طيب النسبة للإنسان البالغ احنا قلنا من كوباية لثلاثة. طيب للسيدات والحوامل بتكون 200 ميلي جرام، وده بيعادل تقريبا من كوباية لاثنين. وبالنسبة للأطفال أو قبل مرحلة البلوغ، هو آخره كوباية واحدة، ولازم برضو يكون بحرص، وما ينفعش ياخدها في أي وقت غير لما يرجع للطبيب مادام هو طفل لو حصل له أي أضرار. لو أنت حابب تاخد القهوة، ممكن تاخدها على معدة فارغة أو ممكن تاخدها على معدة فيها أكل. طيب هيختلف دون من انسان للتاني ليه؟ ان في انسان مش هيقدر معدته تستحمل ان هو ياخد الكافيين على غيار الريق او على معدة فاضية، لكن في ناس تانية تقدر تاخدها. انا واحد من الناس بشرب القهوة قبل ما اكل او قبل ما اعمل اي حاجة. انت
انت اللي هتحكم على نفسك. لو حسيت بتهيج في المعدة مرة او اتنين يبقى انت هنا ما تقدرش تاخدها على معدة فارغة. لكن لو هتاخدها على معدة او بعد الاكل ما تكون كلت، يفضل اللي انت تاخدها على الاقل من تسيب نص ساعة او ساعة، لان هي بتزود الحموضة لو انت خدتها بعد الاكل، غير ان هي هتؤدي لتكسير الحديد وبعض الجسم مش هيقدر يستفاد اكبر استفادة ممكنة من الاكل اللي انت بتسويه. لازم برضو يا سيدي، بدل ما انا قلت لك ان القهوة مفيدة والقهوة جميلة، لازم اقول لك برضو ان القهوة ليها اضرار كبيرة جدا لو انت زدت عن الكمية المطلوبة. يعني مش انا قلت ان القهوة مفيدة اللي انت تروح تشرب لي 5-6 كوبايات في اليوم وتفتري في الكمية، فده هيبدأ يدخلك في امراض زي امراض الضغط العالي، هيبدأ يحصل لك جفاف عشان انت هيبقى فيه كل شوية اضرار للبول بتاعك، فنسبة المية بتاعتك مش تقدر تتحكم فيها في جسمك ويدخلك في مشاكل كتير جدا. خلاصة الكلام، القهوة حياة. السلام عليكم.